بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم، آمين آمين. وبعد، فهذا هو الدرس 65 من سلسلة دروس كتاب اللباب شرح متن الكتاب للعلامة الشيخ عبد الغني الغنيمي الميداني رحمه الله تعالى ونفعنا به، آمين آمين. وصلنا إلى قوله رحمه الله: باب القران. لما فرغ من بيان الإفراد بالحج شرع الآن في بيان القران بين الحج والعمرة. طبعا هنا قدم القران على التمتع لأن القران عندنا أفضل من التمتع، وقدم الإفراد على الجميع لأن وجود المفرد، أو نقول وجود الإفراد، وجود الإفراد أو وجود المفرد أفضل، لأن وجود المفرد سابق على وجود المركب. فالقران والتمتع كل منهما مركب من حج وعمرة، فوجود المفرد سابق على وجود المركب. قال: القران مصدر قرن، مصدر قرن من باب ضرب ونصر. والقران لغة الجمع بين الشيئين مطلقا، يعني تقول قرن بين الماء واللبن، جمع، قرن بين الرطب والتمر، قرن بين العسل واللبن مثلا، الجمع مطلقا، مطلق الجمع بين شيئين. وشرعا الجمع بين إحرام العمرة والحج في سفر واحد، الجمع بين إحرام الحج بين إحرام العمرة والحج، يعني بين إحرام العمرة وبين إحرام الحج، تمام أحبابنا، في سفر واحد. قال: وهو عندنا أفضل من التمتع والإفراد، وهذا عند سيد أبي حنيفة طبعا والإمام محمد، نعم، لأن أبو يوسف يقول التمتع، أبو يوسف يرى أن التمتع، أبو يوسف يرى أن التمتع والقران سواء، نعم، القران والتمتع عند أبي يوسف سواء. أما الإمام سيد أبو حنيفة رحمه الله ومحمد يقولان القران أفضل من التمتع. ليه؟ قال: لأن فيه استدامة الإحرام بهما بالحج والعمرة من الميقات إلى أن يفرغ منهما، ولا كذلك التمتع، يعني التمتع يستطيع أن يتحلل بعد أداء العمرة. قال: فكان القران أولى منه هداية. قال: وصفة القران أن يهل بالعمرة، يعني حتى بالمتمتع لو أنه ساق الهدي معه يبقى محرما لا يتحلل، ولكن قبل يوم التروية هو محرم بالعمرة فقط، محرم بالعمرة فقط، يحرم، يدخل إحرام الحج على إحرام العمرة في اليوم الثامن يوم التروية. أما بالنسبة للقران هو محرم بهما معا من أول يوم من الميقات إلى أن يتحلل في اليوم الأول من أيام النحر. قال: وهو عندنا أفضل من قرن، هذا الكلام. قال: وصفة القران، صفة القران أن يهل بالعمرة والحج معا من الميقات. قال: حقيقة أو حكما، إيش يعني حقيقة؟ يعني حقيقة، وذلك بأن يجمع بين
الحج والعمرة في الإحرام في زمان واحد. الجمع الحقيقي بين العمرة والحج هو أن يجمع بينهما بالإحرام في زمان واحد، وذلك بأن يقول: اللهم إني أريد العمرة والحج فيسرهما لي وتقبلهما مني. اللهم إني أريد العمرة والحج فيسرهما لي وتقبلهما مني. هذا الجمع الحقيقي. قال: أو حكما. أو حكما، كيف الجمع الحكمي بين الحج والعمرة بالقران؟ قال: بأن أحرم بالعمرة أولا ثم بالحج قبل أن يطوف لها، قبل أن يطوف للعمرة أكثر الطواف، يعني قبل أن يطوف للعمرة 4 أشواط. قال: لأن الجمع قد تحقق، لأن الأكثر منها، الأكثر منها من العمرة ما زال موجودا، يعني قائم. قال: قائم، أي لم يأتي بعد. إذا طاف شوطا واحدا، 2، 3 للعمرة، نعم. فالآن أحرم بالحج، أحرم بالحج، قال: هذا الآن صار قارنا، لأنه أحرم قبل أن يأتي بأكثر أشواط، أشواط الطواف العمرة. ينوي الإحرام بالحج، يقول: اللهم إني أريد الحج فيسره لي. هو الآن أحرم بالعمرة، اللهم إني أريد العمرة فيسرها لي. تمام. دخل مكة، طاف الشوط الأول، الشوط الثاني، الشوط الثالث، سمع أن القران أفضل من التمتع وأفضل من حج الإفراد، فقال: اللهم إني أريد الحج فيسره لي، فأدخل الحج على العمرة، فصار الآن قارنا، صار الآن قارنا، يكمل العمرة التي أتى بها، ثم يأتي بعد ذلك لأفعال الحج كما سيأتي معنا. مولانا، ولا يشترط أن يذهب إلى الحل؟ لا 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 يشترط، لا لا يشترط، لا لا يشترط ذلك. المهم أنه أدخل إحراما على الإحرام، هذا قران حكمي. لا يشترط كي يكون قارنا أن يرجع إلى الحل، لا يشترط ذلك. فلو طاف 4 أشواط من العمرة، طاف 4 أشواط ثم أحرم بالحج، قال: لا يكون قارنا، بل يكون متمتعا، يكون متمتعا إن كان هذا الطواف في أشهر الحج. فلو كانت هذه العمرة قبل أشهر الحج لا يكون قارنا ولا يكون متمتعا. قال: بأن أحرم بالعمرة أولا ثم بالحج قبل أن يطوف لها أكثر الطواف، قبل أن يطوف لها أكثر الطواف، لأن الجمع قد تحقق، لأن الأكثر منها قائم، وكذا عكسه، وكذا عكسه. إيش يعني عكسه؟ كذلك عكسه يصح بأن يقول: اللهم إني أريد الحج فيسره لي، نوى الإفراد في الحج، فدخل المسجد، نعم، قبل أن يطوف للقدوم، قبل أن يطوف طواف القدوم، ماذا فعل؟ قال: اللهم إني أريد العمرة فيسرها لي. فقرن العمرة بالحج، قرن العمرة بالحج. قال: يصح ذلك ولكنه مكروه، لكنه مكروه، ولا شيء عليه طبعا إلا دم الشكر، دم القران، لأن هذه إساءة قليلة لا تستوجب الدم. قال: وكذا عكسه لكنه مكروه. والكراهة هنا تنزيهية، فيها يعني إساءة فقط، لا توجب الدم، لا توجب الدم. أي نعم. هنا الشيخ القدوري رحمه الله، نلاحظ أن القدوري ماذا فعل؟
قيد القران قيد القران إحرام القران أن يكون من الميقات. ماذا قال؟ قال أن يهل بالعمرة والحج معا من الميقات، من الميقات، مع أن كما ذكرنا قبل قليل يجوز من الميقات ويجوز قبله ويجوز كذلك لو جاوز الميقات أحرم بالحج ثم أدخل عليه إحرام العمرة يجوز كذلك، فلماذا قيده بالميقات؟ قال هناك نكتة، هناك فائدة. ما هي؟ قال قيد إحرام القارن من الميقات ليبين لك أن القارن لا يكون إلا آفاقيا، أن القارن لا يكون مكيا، لا يكون إلا آفاقيا، لذلك قيده من الميقات، والله أعلم. قال وإذا عزم على أدائهما أداء الحج والعمرة يسن له سؤال التيسير فيهما ويقدم ذكر العمرة على الحج فيه. ليه؟ لأن الأصل أحبابنا هو يفعل العمرة أولا، يفعل العمرة أولا، فيقول اللهم إني أريد العمرة والحج، فيقدم ما يفعله أولا، نعم يقدمه بالذكر كما يقدمه بالفعل، ويقدم ذكر العمرة على الحج فيه. ولذا قال ويقول عقيب الصلاة اللهم إني أريد، عقيب الصلاة يعني عقيب صلاة ركعتين سنة الإحرام، عقيب صلاة ركعتين سنة الإحرام، يقول اللهم إني أريد العمرة والحج فيسرهما لي وتقبلهما وتقبلهما مني. إينا. في سؤال أحبابنا واضح الكلام إن شاء الله، ما في حاجة يعني أن. وفي بعض النسخ، بعض النسخ تقديم ذكر الحج على العمرة، تقديم اللهم إني أريد الحج والعمرة فيسرهما لي. إينا. قال والأولى أولى، والأولى تقديم العمرة على الحج في الذكر أولى. نعم. قال وكذلك يقدمها في التلبية فيقول لبيك اللهم بعمرة وحجة معا، ولا يقول لبيك بحجة وعمرة. إذن في النية يقدم ذكر العمرة، وفي التلبية أيضا يقدم ذكر العمرة أيضا. وكذلك يقدمها في التلبية، قلنا يقول يعني لبيك اللهم بعمرة وحجة معا. قال لماذا يقدم ذكر العمرة على ذكر الحج؟ قال لأنه يبدأ بأفعال العمرة، يبدأ اختيارا، قال لا وجوبا، فهنا لابد من تقييد الكلام بقولنا وجوبا، لأنه يبدأ بأفعال العمرة يعني وجوبا، فكذلك يبدأ بذكرها، فكذلك يبدأ بذكرها. أين الله الآن؟ السؤال الأخ عبد الله، سؤال تذكرت نص الفقهاء، نص الفقهاء الآن تذكرت نص الفقهاء. أين؟ ولعلي قرأت هذا في الحاشية أو غيرها، على أنه لو نوى بقلبه القران، لو نوى بقلبه القران ولم يذكر الحج والعمرة في التلبية قالوا يجزئه ذلك، يجزئه ذلك بالقياس على ماذا؟ من معي العباد اللي عندنا مثل ذلك؟ الصلاة، الصلاة. فهل ذكر نية الصلاة باللسان شرط لصحة الصلاة؟ ليست شرطا، وكذلك في الحج وفي القران، ولكن الشرط أن يعلم في قلبه أنه الآن قارن الحج والعمرة، هذا ما أذكره إن شاء الله تعالى.
قال فإذا دخل مكة، من فاعل دخل؟ القارن. فإذا دخل القارن مكة ابتدأ بأفعال العمرة. قلنا ابتدأ بأفعال العمرة ندبا أم وجوبا؟ قلنا وجوبا. ابتدأ بأفعال العمرة فطاف بالبيت سبعة أشواط، سبعة أشواط، لاحظ وجوبا، نص الآن الشيخ قال وجوبا، سبعة أشواط وجوبا. والفرض منها، الفرض من هذه الأشواط أكثرها، ويسن أن يرمل في الثلاثة الأول منها ويمشي فيما بقي على هينته، وسعى بعدها بين الصفا والمروة وجوبا. وهذه أفعال العمرة، ولا يحلق بين الحج والعمرة القارن، لا يحلق، لأنه وإن أتى بأفعال العمرة كاملة ولكنه ممنوع من التحلل من العمرة. ليه؟ لوجود ماذا؟ إحرام الحج، لوجود إحرام الحج. قال ولا يحلق. عندنا لا يوجد ويمشي. كيف يعني ولا يمشي؟ يرمل في الثلاثة الأول منها ويسعى بعدها. أيوة، ما في قوله ويمشي فيما بقي على هينته. هذه كذلك لعلها زيادة من محقق الكتاب. جيد، أحسنت. قال ولو حلق، لو أنه الآن حلق بعدما انتهى من أفعال العمرة، قال ولو حلق لم يحل من عمرته، لا زال محرما بالعمرة. وهذه الكلمة أحبابنا دقيقة، لم يحل من إحرام العمرة، يعني أي جناية يفعلها بعد الحلق توجب دمين. واضح؟ لو حلق بنية التحلل من العمرة قال لم يحل من عمرته، ويجب عليه دمان، لأنه جنى على إحرامين، إحرام العمرة وإحرام الحج. الآن بعدما حلق بنية التحلل وقلنا لم يتحلل، أي جناية يأتي بها تلزم عليها ماذا؟ دمان، لأنه ما زال محرما إحرام العمرة، وذلك الحلق لم يجعله حلالا من عمرته. واضح الكلام أحبابنا؟ إذن لأنه بقي عليه أفعال الحج، ولو حلق لم يحل من عمرته، ولزمه دمان، لزمه دمان. إينا. الله. طيب الآن سؤال، نحن قلنا قبل قليل بأن تقديم أفعال العمرة على أفعال الحج بالقارن ما حكمه؟ واجب. فلو نوى هذا القارن خطأ أو تعمدا، نوى بطوافه الأول أنه للحج وليس للعمرة، ما الحكم؟ قال لا يقع إلا للعمرة، لا يقع إلا للعمرة، لا يقع للحج. قال ثم يشرع بأفعال الحج، بعدما أتى الآن بأفعال العمرة كاملة إلا التحلل، يشرع بأفعال الحج كالمفرد يطوف بعد فراغه من السعي للعمرة طواف القدوم. ما حكم طواف القدوم أحبابنا؟ سنة. أحسنت، سنة طواف القدوم. ويرمل، هذا مرة معنا في الدرس السابق، ويرمل في الثلاثة الأول، يرمل في الثلاثة الأول ويسعى بين الصفا والمروة. قال كما بينا ذلك في حق المفرد آنفا. هنا طبعا، هنا أحبابنا كما قلنا سابقا أنه يطبع ويرمل أيضا في طواف. هنا انتبهوا أحبابنا، هل هذا القارن لما طاف سبع أشواط، هذا الطواف ماذا بعده؟ سعي،
هذا وهذا القارن هو مخير بين أن يطوف بين أن يسعى عقيب هذا الطواف وبين أن يؤخر السعي إلى ما بعد طواف الإفاضة. فإذا نوى السعي القارن انتبه أحبابنا نوى السعي بعد طواف القدوم الآن نقول له يسن لك أن ترمل وأن تطبع في الأشواط الثلاثة الأولى. قال لا أنا أريد أن أؤخر السعي إلى ما بعد طواف الإفاضة. فنقول له لا يسن لك لا الاطباع ولا الرمل إذن، لأن كل من الاطباع والرمل سنة في طواف بعده سعي، وأنت الآن لن تسعى وأنت الآن لن تسعى. تمام أحبابنا؟ قال الله ويسعى بين الصفا والمروة للحج كما بينا ذلك في حق المفرد آنفا. قال وإذا رمى الجمرة الأولى، من فاعل رمى هنا؟ القارن. وإذا رمى القارن الجمرة الأولى يوم النحر ذبح وجوبا شاة أو بقرة أو بدنة أو سبع بدنة اشترك مع ستة آخرين أو سبع بقرة كذلك اشترك مع ستة آخرين. قال فهذا دم القران، هذا دم القران نعم. قال وهو دم شكر فيأكل منه. طبعا أحبابنا لا ينبغي أن يفوتنا أن الواجب أن يكون الذبح قبل الحلق، أن يكون الذبح، وهذا ذكرناه في الدرس الذي ليس السابق الذي قبله أظن، لأن الترتيب بين الرمي الترتيب بين الثلاثة الرمي أولا ثم الذبح، وقلنا إذا كنتم تذكرون ثم الحلق. قلنا لذلك قلنا لكم الأفضل لمن كان قارنا أو متمتعا أن يؤخر الحلق في هذه الأيام، أن يؤخر أربع ساعات خمس ساعات ست ساعات كي يطمئن قلبه بأن الذين وكلهم بالذبح قد ذبحوا قد ذبحوا نعم. أما المفرد لا يجب عليه الدم، لا يجب عليه الدم، فالواجب عليه أن يرتب فقط بين الرمي والحلق فقط. كذلك هنا لابد من الإشارة إلى أمر مر معكم في كتاب الأضحية، وهو أنه لابد أن يكون السبعة إذا اشتركوا في البدنة أو في القربة أو في البقرة أنه إيش اشترط؟ يشترط أن يكون أن يريد الجميع المشتركون أن يريدوا من الذبح القربة، أن يريدوا إيش من الذبح القربة، وإن اختلفت جهتها وإن اختلفت جهة هذه القربة. فلو أراد واحد من السبعة اللحمة لم تجز هذه البدنة كلها لم تجز عن القران أو عن المتعة، كما ذكر علمتم هذا في باب الأضحية، كما علمتم ذلك في باب الأضحية. طبعا كما قال الشيخ رحمه الله قال وهذا وهو دم شكر، وهو دم شكر يعني يأكل منه هو ويطعم من أراد، يطعم من أراد. دم شكر يشكر الله عز وجل على أن وفقه بين الجمع بين نسكين، نسك الحج ونسك العمرة بسفرة واحدة. قال فيأكل منه بخلاف دم الجناية كما سيأتي معنا. دم الجناية لا يأكل منه، لا يأكل منه. دم الشكر يأكل. هل يجب على دم الشكر أن يتصدق بشيء؟ قال لا، لا يجب عليه التصدق بشيء منه، وإنما يستحب له أن يتصدق بالثلث وأن يطعم الثلث وأن يدخر الثلث.
قال فإن لم يكن له ما يذبح، يعني لم يكن الآن في ملكه هذا القارن، يعني ما معه الآن فاضل مال يشتري فيه هذه الشاة، اي نعم، ما يشتري به الدم، هو لا يملك هذا، ما الحكم؟ قال صام 3 أيام في الحج، هل يشترط فيها التتابع؟ قال لا، ولو متفرقة. متى يبدأ وقتها يا شيخنا؟ قال يبدأ وقتها من الإحرام للعمرة، بمجرد ما أحرم للعمرة القارن والمتمتع كلاهما بمجرد ما قال اللهم إني أريد العمرة والحج فيسرهما لي وتقبلهما مني لبيك اللهم إلى آخره، الآن بدأ وقت الصيام إذا كان هو. طبعا السنة أن يؤخرها إلى آخر الأيام، لعل كما سيأتي معنا الآن، كما سيأتي معنا الآن. إذن فإن لم يكن له ما يذبح صام 3 أيام في الحج، قال ولو متفرقة، آخرها يوم عرفة، آخرها يوم عرفة. كما قلنا الأفضل، الأفضل أن يصوم اليوم 7 والـ8 والـ9، أن يؤخر الصيام إلى آخر 3 أيام. لماذا الأفضل ذلك؟ قالوا لأن الصوم هنا، الصوم هو بدل عن ماذا؟ بدل عن الهدي، فلذلك يؤخر رجاء أن يصبح لديه قدرة على الأصل الذي هو الهدي. فلو صام، لو صام الأيام الثلاثة، الأيام الثلاثة، ثم صار قادرا على الأصل، قادرا على الأصل، يجب عليه الذبح ويلغو صومه، ويلغو صومه. لذلك قلنا، لذلك قلنا يندب التأخير، وسيأتي معنا مزيد تفصيل في هذه المسألة. قال فإن فاته الصوم، أي صوم 3 أيام في الحج، حتى أتى يوم النحر، جاء يوم النحر الآن وما صام الأيام الثلاثة، قال لم يجزه إلا الدم. فلو لم يقدر، لو لم يقدر على الدم، على الهدي، ما استطاع، قال تحلل، ما في مشكلة، وعليه دمان، دم القران ودم التحلل قبل الذبح، دم التحلل قبل الذبح. قال ثم يصوم 7 أيام إذا رجع إلى أهله، يعني القرآن ماذا يقول؟ فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج، يعني قبل يوم النحر، و7 إذا رجعتم، يعني في بلدكم. طبعا هو البلد ليس شرطا، ليس شرطا، حتى ولو صامها في مكة يجوز عندنا، لا يشترط أن يرجع إلى بلده، ولكن قال القرآن إذا رجعتم، عبر بالرجوع لأن الغالب أن يرجع الناس إلى، و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة. فالنص هنا وإن ورد في التمتع قوله تعالى فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ولكن القران مثله كما قال علماؤنا، لأن المتمتع، المتمتع جمع، ترفق بأداء النسكين في سفرة واحدة، كذلك القارن جمع أو ترفق بأداء النسكين في سفرة واحدة. قال وإن صامها بمكة، صام الأيام 7 بمكة بعد فراغه، هنا لابد من التنبيه أحبابنا لأمر نبهت عليه مرارا وتكرارا، وسمعت هذا الكلام من كذلك من كثيرين ممن يأخذون الناس للحج والعمرة، يقولون لهم صوموا 3 أيام أيها المتمتعون و7 إذا رجعتم. وأنا سمعت هذا
ورأيت بعض أو كثيرا من المتمتعين معهم فلوس، قال هم قادرون على الذبح، وعلى الرغم من ذلك يصومون. لا يصح الصيام، الصيام بدل، الصيام كالتراب مقابل الماء، لا يتيمم إلا عاجز عن الماء، ولا يصوم إلا عاجز عن الذبح. وهذا خطأ، هذا خطأ للأسف، يعني حتى راجعت بعضهم ممن يوصف بالعلم وأبى وأصر، إلا أنه يوجد قول بعض الفقهاء، وراجعنا المسألة، راجعت المسألة تتبعتها، ما وجدت قولا، ما وجدت قولا ولو ضعيفا في مذهب من المذاهب، في مذهب من المذاهب يبيح الصيام مع القدرة على الذبح. فلذلك ينبغي التنبه لهذا أحبابنا، ينبغي التنبه لهذا الأمر. قال وإن صامها بمكة بعد فراغه من أفعال الحج، بعد فراغه من أفعال الحج، طبعا من بعد الفراغ من أفعال الحج فرضها وواجبها، انتهى من كل الأفعال ولم يبقى له مثلا إلا طواف الوداع، ما الحكم؟ قال جاز، جاز. طبعا هذا يعني بعد مضي أيام التشريق، لأن الصوم في أيام التشريق ما حكمه؟ نحن منهي عنه، منهي عنه. النبي المعصوم عليه الصلاة والسلام يقول لا تصوموا هذه الأيام فإنها أيام أكل وشرب وبعال. إيش يعني بعال؟ يعني جماع، وقاع، وقاع. وهذا أظن مر معنا، لعلنا ذكرناه سابقا، لعلنا ذكرناه سابقا. هل قد يقول قائل يا أستاذ كيف يجوز صيامها بمكة والقرآن يقول إذا رجعتم؟ الجواب، قال الجواب لأن المراد من الرجوع، يعني في قوله تعالى وسبعة إذا رجعتم، لأن لنفهم لماذا قال لأن هذا جواب عن سؤال مقدر، لأن المراد من الرجوع الفراغ من أعمال الحج، الفراغ من أعمال الحج. لأنه لماذا، من أين جئنا بهذا أحبابنا نحن؟ لأنه أحبابنا الفراغ من أفعال الحج هو سبب الرجوع إلى أهل، فذكر المسبب الذي هو الرجوع، وأريد السبب الذي هو الفراغ من أفعال الحج. واضح الكلام إن شاء الله أحبابنا؟ إذا ليس المراد الرجوع حقيقة إلى الوطن، إلى البلد، كما ذهب إليه الشافعي فقال لا يجوز صيامها في مكة. نعم، واضح. قال لأن المراد من الرجوع الفراغ من أعمال، من أعمال الحج. نعم. الله. قال وإن لم يدخل القارن مكة، لم يدخل القارن مكة وتوجه إلى عرفات، يعني ما أدركه الوقت ووقف، وتوجه إلى عرفات ووقف بها في وقته، يعني في وقت الوقوف، وإلا فلا عبرة به، وإلا بأن وقف قبل وقت الوقوف، قبل وقت الوقوف، قبل الزوال يعني، قال فلا عبرة به. وإن لم يدخل القارن مكة وتوجه إلى عرفات فقد صار رافضا لعمرته بالوقوف. أما لو وقف وصل إلى عرفات قبل الزوال لا يصير رافضا لعمرته، لا عبرة لهذا الوقوف، لا عبرة لهذا الوقوف، لا يصير رافضا لعمرته، يعني يملك أن يرجع، يملك أن يرجع إلى مكة فيطوف طواف العمرة ويأتي بأفعال العمرة. أما لو دخل عرفة في وقتها صار الآن رافضا لعمرته بهذا الوقوف. قال لأنه تعذر عليه أداؤها، أداء ماذا؟ أداء العمرة. قال لأنه يصير القران أحبابنا، انتبهوا علينا أحبابنا، القران هو بناء أفعال الحج على أفعال العمرة،
فالآن لو دخل إلى عرفات ووقف فيها، لو أراد أن يرجع ليأتي بالعمرة يكون صايبني أفعال العمرة على أفعال الحج، وهذا خلاف الموضوع، خلاف المشروع. قال أنه يصير باني أفعال العمرة على أفعال الحج، وذلك خلاف المشروع. ما هو المشروع؟ أن يكون الوقوف بعرفة الذي هو أعظم أركان الحج مرتبا على أفعال العمرة. قال ولا يصير رافضا بمجرد التوجه، يعني الآن توجه مباشرة إلى عرفات قبل أن يصل، قال لماذا فعلت أنا هذا؟ فرجع إلى مكة إلى الحرم وبدأ يطوف، هل يكون رافضا بمجرد التوجه؟ قال لا، لا يصير رافضا بمجرد التوجه. هذا ظاهر الرواية، هذا ظاهر الرواية. هناك رواية الحسن عن سيد أبي حنيفة أنه يصير رافضا للعمرة بالتوجه إلى عرفات، وكأنه قياس. من يعرف قياس على أي مسألة يا أحبابنا؟ أن التوجه إلى عرفات، نعم، صلاة الجمعة. أحسنت، أحسنت والله يا شيخ عبد الله، أنت تفاجئني. أحسنت أحسنت أحسنت، فتح الله عليك ولا أراك الله مكروها. جميل، أنا سررت الآن بجوابك. كأنه قياس على صلاة الجمعة، يعني من صلى الظهر في بيته وهو يعزم على أنه لا يصلي الظهر، لا يصلي الجمعة، فبمجرد ما توجه إلى الجمعة ماذا حصل في الظهر؟ بطل الظهر، بطل الظهر. وكذلك هنا، كذلك هنا، هنا بمجرد ما توجه إلى مكة صار رافضا، صار رافضا إلى للعمرة. إيه نعم، ولكن الصحيح كما قال الشيخ، قال الصحيح أليس كذلك؟ قال ولا يصير رافضا بمجرد التوجه، وهو الصحيح. هداية، ما هو يعني إذا ما هو الفرق؟ إذا أردنا الآن نفهم المسألة، ما هو الفرق بين التوجه إلى عرفات مباشرة حيث لا يكون رافضا، حيث لا يكون بالتوجه رافضا للعمرة، وبالتوجه لصلاة الجمعة يكون رافضا للظهر، يبطل الظهر، أدرك الجمعة أو لم يدركها؟ ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهم وبين مصلي الظهر يوم الجمعة إذا توجه إلى الجمعة أن الأمر، أن الأمر في الجمعة متوجه، الأمر هذا توجه بعد أداء الظهر، بعد أن أدى الظهر، الآن بعد أن أدى الظهر هو الآن مأمور، هو الآن نعم مأمور بعد، يعني الأمر بعد ما أدى الظهر هو ما زال مأمورا بالتوجه لصلاة الجمعة، ما زال مأمورا بالتوجه لصلاة الجمعة. أما التوجه في القران والتمتع نحن منهيون عنه قبل أداء العمرة، منهيون عنه، أنا منهي عن التوجه إلى مكة إلى عرفات قبل الإتيان بالعمرة، ومنهي كذلك عن التوجه قبل أداء العمرة. أما الأمر بالتوجه إلى صلاة الجمعة هو موجه علي الآن، أنا بعد أن صليت الظهر الآن أنا مخاطب، موجه إلي، وجه إلي الأمر بأن أتوجه إلى صلاة الجمعة. هكذا قالوا في التفريق بينهما، والله تعالى أعلم. قال وإذا ارتفضت الآن عمرته، إذا ارتفضت عمرته قال بطل، أي سقط عنه دم القران، سقط عنه دم القران لأنه لم يوفق لأداء النسكين، ووجب عليه دم لرفض عمرته. إذا سقط عنه دم القران ولكن وجب عليه دم لرفض العمرة، وهذا الدم ليس دم شكر وإنما هو دم جبر، فلذلك لا يجوز له أن يأكل منه، يعني دم أشبه بالعقوبة. قال
وجب عليه دم لرفض عمرته وهو دم جبر لا يجوز أكله منه، ووجب عليه قضاؤها، قضاء هذه العمرة، وقال اللهم إني أريد العمرة والحجة، هو نواها ولم يأتي بها، نواها ولم يأتي بها، لذلك وجب عليه قضاؤها. نعم، لأنه لما شرع فيها فقد أوجبها على نفسه، كما لو شرع في صيام، كما لو شرع في صلاة، قال لأنه بشروعه فيها أوجبها على نفسه، ولم يوجد منه الأداء فلزمه القضاء، فلزمه القضاء. ثم قال باب التمتع. نقف هنا كي نفرد درس التمتع درس خاص إن شاء الله تعالى، نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا واحفظنا بأسرار الفاتحة.